الحمد لله الذي أنار الوجود أنار الوجود أنار بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قامت صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أرى الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد اللهم صل عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه تحظو الذي فالخير الذي من الغفار الله الله طيب طيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر يا حبيبي قمر 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 الهداية وكوكب العناية الربانية يلي بتعشق جمال النبي صلى عليه قمر الهداية وكوكب العناية الرباني مصباح اللهم صل عليه مصباح مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام
من تولاه مولاه الكريم. يا عاشقين النبي قولوا بالحفظ والحماية ورعاية السرمدية وأعلى مقامه وأعلى مقامه فوق كل مقام. صلوا على حبيب النبي وفضله وفضله على جميع الأمم السابقة القبلية. وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا، فكان حبيبي فكان محمد فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. يا جمال سن النبي على جميع الأمم السابقة القابلية، فنالت بالنبي درجة القرب والسعادة والاحترام. أنزلت تشريفها في محكم الكتاب العزيز آية قرآنية، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله فما أعظم هذا الكلام فما أعظم هذا الكلام هذا الكلام.